هل كان يعني كذا حد؟ انفجرت السيارة هنا، لم تستهدف مركز الشرطة بل مقهى الشاي. كان ضباط الشرطة يرتشفون الشاي هنا في انتظار بدء دورة تدريبية. قتل 3 من ضباط الشرطة في هذا الهجوم، والسائق المفترض للسيارة التي انفجرت أصيب بجروح خطيرة وهو موقوف على ذمة التحقيق. انا جنا نوجه لنا ربنا انت ما ادينك وين كنت داخل نفسك شوف